أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ صدق الله.